الشاكيطة ديالك اللي تموت على هذا اللون هذا، هاي هاد الشاكيطة ديالك اللي كانت لابسة، هاي أشقر كرهت هاد السمية، نسميتها نجبد هاد البحر كرهتو. كله هي كتضحك، واش كانت فرحانه باغا تموت؟ واش كانت فرحانه باغا تغرق؟ واش كانت فرحانه؟ المهم الناس كله وشنو كيقول، راكم عارفين الناس شنو كيقول. رحموني رحموني، انا ام يجبدوا لي عبنتي، انا ما بغيت والو، ما بغيت حتى شي حاجه من هاد الدنيا، بغيت عيب بنتي تجبد لي ميته او حيه. بنتي اليوم هذا ما عرفتش واش ميته ولا حيه، ما يقول لكم حتى شي واحد بنتي انا لله وانا اليه راجعه. حتى واحد ما يعزيني في بنتي، ما يعزونيش تدخل بنتي قدامي. ملي بنتي القرايه خرجت بالسلام على راس الله، انت متقاصر عطا ما عطاش مسالي، عرف عرف بنتي بلا ماتت. وباها ولدولا، وباها متقاعد محارب عسكري في الصحراء، اش قال هو شبعر مالو شبل كل شيء شبعو. انا كنقول انا بغيت عيب بنتي، يطلبوا لي يجيبوا لي عيب بنتي، اي جبدوها حيه او ميته، كل شيء بارطاجي بارطاجيو لي، انا مزوقه فيكم عيب بارطاجيو لي هادشي هذا لبنتي. انا بغيت هيبه، بغيت هيبه ميته وحيه. السلام عليكم، انا ام ضحيه هبه الهلالي، بنتي باقه في اغصى البحر، ما عرفتها واش ميته ولا حيه، باقه ما بنتي حتى شي حاجه، والناس دايرينها ماتت ودايرين معلقين عليها ماتت، وان لله وانا اليه راجعون. بنتي باقا ما عرفتش واش ميته ولا حيه، باقا ما شتهاش قدامي باش نقول ان لله وانا اليه راجعون، باقا ما عرفاش بنتي واش ميته ولا حيه. انا بنتي عندها 14 عام هبه الهلال، بنتي كانت عندها واحد الطفوله جميله، بنتي من اطيب الخلق، كل شيء تيحمق عليها، الاساسيده ديالها، المدير ديالها، صحاباتها، صحابها، كل شيء كيحمق عليها، ووحده منهم ها هي، ها هي وحده منهم، بنيتها صاحبتها هي مسكينه صايمه عليها من نهار اثنين، ما مشاتش حتى المدرسه، ما مشاتش ليها. بنتي كانت كتعيش واحد الطفوله ما نقولكش عليها، مع المجتمع كامل، بنتي ما عندها حتى شي عدو. بنتي كانت واحد البنت خلوقه، واحد البنت من اطيب خلق الله سبحانه وتعالى. بنتي كانت ما نقولكش عليها، ما نقولكش على واحد هبه، هبه السميه ديالها تعطيك السميه، غير السميه ديالها تعطيك كل شيء. ولكن كنطالب منكم، تنطالب منكم اخوتي، ما كنطالب حتى شي حاجه، ما بغيت والو، ما بغيت حتى حاجه ما بغيتها من هاد الدنيا، بغيت غير بنتي، غير نشوفها ميته ولا حيه، ما كنطالب حتى بشي حاجه، ما خصني والو 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 والو، ما خصنيش، خصني هبه تجيني ميتة ولا حية. الحال دي هذا بقى بنتي ما عرفتهاش فين هي، واش مرمية في شي بلاصة، واش مرمية في شي حجرة، ولا بقى تما في بلاصتها، ولا الله أعلم. نهار اثنين بنتي كانت ناعسة مسكينة بيتها، قالت لي ماما الصباح نمشيو للبحر، هي أختها هي ضوحة الهلال، قالوا لي غنمشيو غدا للبحر، قلت لهم أنا بلا ما تمشيو للبحر غدا بنتي، غدا البحر ما كايناش الخدمة، أولا أولا ما كايناش الخدمة، وراه غدا السيبه، هاد الهضره قلتها قلبك حاسس، قلت لها غدا السيبه اضوحه، دابا دابا يضربك شي واحد ينيكك لوجهك، انا باش كنخلعها باش ما تمشيش للبحر. تحداتني وقالت لي لا، قالت لي غنمشي، يعني بحال علمت هي بالله غادا بخوتها، ما عرفتش خوتها غتمشي لها بين يديها، قالت لي صافي غنمشي غنمشي.
صافي ما حزت امري الله وقلت لها صافي انا تمشي مشي فيقت مسكينه الهيره فين داك الدايره وكان يهضر يقول لي انا ايه بصح فيقتها ونادت فطرت وغسلت وجهها وجات جالسه واحد لابسه واحد ها يا خوتي هاي هات شاكيطه ديالك انت تموت على هذا اللون هذا هاي هات شاكيطه ديالها اللي كانت لابسه هادي هادي كانت لابسها العزيزه حيدتها ولبست الكسيوه ديالها ولبست الكسيوه ديالها ودارت المانيطا على ظهرها وشدت شعرها كوت شوفر هيدا وشافت فيا ودارت وقالت لي بالسلامه ماما ما عرفتش منتي غتمشي هذيك هي الاخرى ليها كثيره منتي الله يرضي عليكم الله يعاونكم نط ولكن قلبي كان حاس انا ام قلبي كان حاس بالله عندي شي حاجه غتوقع لي في داري وقلتها لهم قبل ما يمشيوا قلت لهم انا حاسه بقلبي شي حاجه غتوقع لي في داري بحال هكا هذه حتى حاجه ما يحيدها لي حتى واحد من هاد الشيء من العقل ديالي مشيت للكوزينه ديالي طيبت الغداء ديالي وجدت وكليت انا وبنتي اخرى التوام ديال ضحى الهلالي طديت انا وياها هي مشات معاهم كيلعبوا الكره عندي توام كيلعبوا الكره مشات قالت لي نهبط نتفرج في ديالنا كيلعبوا اليوم قلت لها سيري بنتي مشات هي وصاحبتها وانا نتلبس جلابتي ومشيت خرجت عند اختي حقاش عندي واحد الاحساس في قلبي ما بقيتش قادر نعمر الدار صونيت لهم مع الخمسه الارب صونيت لها في التليفون ما كيجاوبنيش المره الاولى والمره الثانيه قلت صافي واقيلا يمكن عاملين في الماليطه ديالهم وما سمعوش حتى الواحد الساعه ديال 6 ستة المشؤومة اللي عجيني فيها واحد الخبر لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله العظيم ولا إله إلا الله محمد رسول الله عيطت لي وقالت لي يا ماما هبة ضاعت قلت لها كيفاش هبة ضاعت فين هبة فين ضاعت واش دها شي واحد واش شفرها شي واحد قالت لي لا ما شفرها ماما حتى واحد وما دها حتى واحد اختي كتغرق بين يديها وبين عينيها كنشوف فيها وتا واحد ما عتقني عتقيني يا ماما اجي يا ماما عتقيني وانا في الطاكسي وكنغوت انا وياها وانا وياها بالتليفون وانا وياها بالتليفون توصلت ملي وصلت الشاطئ اشقار كرهت هاد السميه نسمي تنجبد هاد البحر كرهتو تمشي كنلقى بنتي مسكينه لا يرات لها كتغوت حفيانه وخوها الصغير كياكل في الرمل كيغوت ومن يغوت معاه وما كاين حتى واحد كاينين غير الناس اللي تما دايرين بيهم اللي كانوا نيت اللي كانوا كيعوموا تما كيبحروا مساكن كيقولوا لي هاد البنت ما شاء الله على هاد البنت راه نهار كله هي كتضحك نهار كله هي كتضحك واش كانت فرحانه باغا تموت واش كانت فرحانه باغا تغرق واش كانت فرحانه المهم الناس كله وشنو كيقول راكم عارفين الناس شنو كيقول واحد ساعة ولا ساعة ونص ولا جوج ساعات مبقيتش عاقلة المهم مبقيتش عاقلة بالضبط عاد جا واحد الموتور ما كنعرفش نقولو انا داك الموتور ما تنعرفوش نقولو وواحد جوج غواصة جاو تما شي ساعة المكانة وهما يلا عاد باش كيبدلو عاد باش كيلبسو عاد باش 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 يعني ماشي يدخلوا واحد الدخلة كيلعبو عي تما عي قدامي كنشوفهم انا بعيني كيغوصو وكيطلعو كيغوصو وكيطلعو يعني ما كاين حتى شي محاولة وصلت ديك نقول لك 8:30 هكاك قالوا صافي راح الليل والظلام ما بقانيش ما ليناش الرؤيه البحر طالع هادشي اللي كاين السلام عليكم انا ضحى الهلالي واخت الضحيه هبه الهلالي اللي مشات معايا نهار 2 فسيح ماي كان واحد في الشهر ديتها معايا مشينا باش نبحروا انا وياها مشينا وسمح فين وقعت الواقعه تما فين غرقت اختي دخلت المره الاولى عامس وخرجت عندي ولعبنا مع بعضنا كره وضحكنا مع بعضنا وصورنا بعضنا وما خلينا ما عملنا في ديك الساعه مع بعضنا شويه جات عندي قالت لي اختي واخا نمشي نرجع ندخل قلت لها جا اختي تغدى بعدا هي الاولى عاد رجع قالت لي لا اختي ما فيهاش الجوع انا حتى نكون خارج يعني في مره ديك الساعه ناكل باش ما يعني ما توسخش الساندويتش ديالها بالرمال وديك الشيء قلت لها صافي اختي الا كنتي باغا هيدا صافي مشي دخل ماشي مشكل هي هذيك دخلت مسكينه قالت لي انا غنمشي نشل راسي قلت لها يلا مشي انا كنستناك انا واقفه معاك هي هذيك بقات عيني معاها عيني انا معاها
هي هذيك كنت جالسه مع الميت ناجور، هي هذيك خصي من غطسات الغطسه ديال الاولى تعلس، واحد الدري كان تما على يدو قال يعني بان راها كتغوص خاص شي واحد يجيب حيت الماء بدا كيجرها. ناض الميت ناجور شافها مشى موراها مسكين حتى هو كيجري، يعني شحال ما هو شحال ما هو كيقرب عندها هي كتبعد كتبعد الموجه. واحد اللقطه هو مشى عندها وشبره وقال لها شبر لي اختي هبه في ظهري، شبرات له في ظهره وبقى خارج بها. واحد الوقيته اختي فقدت الوعي في ظهره وتصرخات وما قدرش ديك الساعه ما قدرش تساعده وكان بوحديتو ما كان معاه حتى شي واحد. فقدت الوعي اختي في ظهره وكتشاهد له في ظهره. هادشي اللي قال لي هو من خرج من عندها، هادشي اللي كاين. صافي ديك الساعه جات واحد الموجه لي فرقت اختي بينه وبين هذا الميت ناجور. الميت ناجور مشى هيدا وخصي هي كذلك وميزه مشات سي مشات مبرم عليه في الموجه الثانيه. هي هذيك اختي ما بانت شي، هو قدر يتعسق، هو قدر يوصلوا له الصحاب وخدامين معاه تما، يعني قدروا يوصلوا له يوصلوا ليلو، واختي ما قدروش يوصلوا ليلها. قدر الله ما شاء فعل. العمر ديالو باقي طويل، وخصي الا كانت حيه ولا ميته كنطلبوا من السلطات وكنطلبوا من الوقايه المدنيه الله يجازيكم بخير الله يسهل عليكم. حنا ما كنطلبوا منكم حتى شي حاجه، ما كنطلبوا منكم حتى شي حاجه من غير خصي بغيناها حيه ولا ميته. كانت حيه غتكمل معنا الحياه، كانت ميته غنكفنوها وغنبكيو عليها وغنتسامحوا معاها. انا ما كنتمنى غير تبارطاجيو هذا الفيديو هذا الى طلع لشي محسن، حيت هذيك هي هاد الخسي اللي مشات لي حتى هي خصكم في الله حتى هي مسلمه. كنتمنىكم كنطلبكم غير تعاونونا ببارطاج، غير بارطاجيو، حنا ما كنطلبو منكم حتى شي حاجه. وكنعاود نقول لكم الله يسهل عليكم الا كان عليها شي خبر، انه امر كيخليهم الناس في اللايف الله يسهل عليكم الا كانت شي حاجه علمونا الله يخلي الله يجازيكم بخير. كاخت كبيره وصغيره نسمع صوتها توحش نسلم عليها توحش نعيط لها. انا دابا كنهاود غير البحر هيدا في الصباح كنهود كندعي يا ربي الحبيب انا اللي هبط خصي بغيتها تطلع معايا. هادشي اللي كنقول انا بغيت خصي انا اللي هبط في يدي نطلعها في يدي سوا ميتة سوا حية ونجبد حدايا ما عنديش شي مشكل نجبد حدايا ونبقى نبكي عليها ونتعزى فيها ولا نهود البحر نشوف المواج ونسمع صوت البحر. ما عنده باش يفيدني انا داكشي، انا باغا خصي ترجع ليا سوا ميتة سوا حية. مشينا لغد لي عند الناس مشينا ريكلامينا في الليل ذكرى لينا بها بالله شنو وقع واش وقع واش وقع. لغد لي مشينا عند هودنا لتحت الدار داك الكوميساريه الكبيره قال لك ما يخرجوش دابا، هما داروا معنا السبعه شدوا لي التليفون نمره التليفون وقال لي حنا نبقاو على اتصال. ما كاينش اللي هضر معايا في داك الليل، ما كاينش اللي هضر معايا ولا جاوا معايا ولا كل راه خاضي هذاك التليفون كيلحمق. كنتسنى هذاك التليفون يجيني حتى السبعه خرجت لبس حوايجي وخرجت مشيت للبحر. عين الله البحر والعائله ديالي تابعيني من خواتاتي وبنات خوتي وكلشي تابعينيها انا غدا وما تابعيني احنا والبحر. قلب داك الحجر كامل في اليوتيوب بوحدي، كنقلب الميكات نخرجهم وكنفتشهم ربما تكون فيهم بنتي. والو ما كاين والو ما كاين لا مسؤولين لا حتى شي حاجه، ما جاني حتى واحد. داروا معايا السبعه ونص ما جاني حتى واحد، والساعه هذه باقا بنتي ما بانتليش. كيقولوا لي راهم كاينين الغواصه ما كنعرفوش كاين اللي غواص ولا والو، ما كنعرفش ما كنمشيش للبحر. كيقولوا على الغواصه راهم جاو، واش جاو او ما جاوش الله اللي كيعلم. ها هي باقا بنتي اليوم هذا من نهار واحد في الشهر واليوم ثلاثه في الشهر، ها هي دابا هي الخمسه وتولوت بقى بنتي موسى. كنطلب من الوقايه المدنيه ومن الدارك ومن جلاله الملك يرحموني يرحموني انا ام، يجبدوا لي عبنتي. انا ما بغيت والو، ما بغيت حتى شي حاجه من هاد الدنيا، بغيت عيب بنتي تجبد لي ميته او حيه. بنتي اليوم هذا ما عرفتش واش ميته ولا حيه. ما يقول لكم حتى شي واحد بنتي انا لله وانا اليه راجعون، حتى واحد ما يعزيني في بنتي، ما يعزونيش حتى تكون بنتي قدامي. مني بنتي نقرا عليها ونخرجها بالسلام على راسه الله، حنت بنت قصير عندها 14 سنه عاد نعرف بنتي بالله ماتت. الناس كيعزوني وانا ما عارفاش علاش بنتي كتعزو وبنتي باقا ما تجبدتش. علاش بنتي انا باقا ما عرفتهاش؟ ونزلت واحد اللايف البارح، نزلت واحد اللايف البارح وقلت لهم انا بنتي راه ماشي بشي مسؤول ولا بنتي واحد كبير كون راه جبدوه ديك الليله ومسحوه ما خلاوش. وباها والدولة وباها متقاعد محارب عسكري في الصحراء، اش قال هو شبع رمله شبل كلشي شبعو، وقال هاد الهضره قالها. حيدوا اللايف ديالو حتى هو حيدو،
خلاو عين اللايف ديالي انا وبنتي كنهضروا شي هضره راكم عارفين حرقه القلب وصافي. هادشي اللي كاين. انا كنطالب، انا ما كنعيرش الدوله، انا ما كنسبش الدوله، انا ما كنسب حتى شي واحد. انا كنقول انا بغيت عي بنتي، يطلبوا لي يجيبوا لي عي بنتي، عي جبدوها حيه او ميته، كلشي بارطاجي بارطاجيو لي، انا مزاوقه فيكم عي بارطاجيو لي هادشي هذا البنتي. انا بغيت هيبه، بغيت هيبه ميته وحيه. قدر الله وشاء ما فعل، الله عضاها، ولكن ما حيدوش الامانه ديالو. ولكن انا بغيت بنتي تجيني، هادشي اللي كنطلب، ما كنطلب حتى شي حاجه. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، رحموني راني ام، رحموني في عمري 48 سنه، 11 عام وانا خدامه على بناتي، 11 عام وانا خدامه على بناتي باش ما يحتاجوا لي حتى شي حاجه. بنتي من بناتي ما كنخرجهم يخدموا في ديور، ما كنخرجهم يخدموا في معامل، ما كنخرجهم يديروا حتى شي حاجه. كنقول لهم انا بناتي نخدم عليكم حتى نوصلكم عند الرجاله ديالكم، واللي بقى لي في العمر غنأديه عليكم. هادشي اللي كاين، ما كاين حتى شي حاجه، ما كنطلب والو، ما كنطلب والو، ما كنطلب حتى شي حاجه، كنطلب غير يجبدوا لي بنتي وصافي. الله يرحم لكم الوالدين، والله يسهل عليكم، والله يرحم لكم الوالدين، وشكرا. وسمحوا لي بزاف الا خطات في شي كلمه، وسمحوا لي بزاف بزاف الا غلطت في شي كلمه، سمحوا لي بزاف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.